باي ما دوش من هو الخرج الزرع والله لا حسن دي ليه بصحة والراحة بصحة والراحة الله يحفظك اولا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله الله يحفظك خويا شكرا بزاف خويا ادريس بلابلي الساكن ديالي سيدي مؤمن معروف ادريس السلطان الله ديال الدراويش مرحبا بالجميع وشكرا بزاف اخويا على الدخله الله يكبر بك اخويا الله ويا انا دوز كاطريان يعني النيفو ديالي كاطريان مابقيتش كنعاود ما قريتش مزيان كنت شويه كاسول مشاغب مهم خرجت درت السونتر السونتر من السونتر للمها يعني كندوز وقتي في السونتر من تنساليت نعاود نزيد ندوز وقتي عاوتاني في الصالون باش نكمل من راسي فهمتيني من الصغر سبحان الله ملي كنت كنقرا كنت كنهز المسطره هادي تستار وكنبدا نقاد بها الدراري وهادي سبحان الله العظيم مشى هي اللي كانت الحرفه ديالي في الاخر درت سونتر ولكن سونتر ما يعني ما علموني بالنسبه لي انا والو فهمتيني انا تعلمت في صالون يعني تما كنت باغا غير الكرطونه انت كتخرج التيران عاد كتعلم فوالا يعني انا كنت باغا هذاك تعلمتي كنا كنشوفوا واحد الفيديو شي واحد دار مباشره فوالا كاين الفار كاين كاين في السونتر كيرطبوا لك وجهك بالصابون تقدر ممكن كانت عندي نفاخه نجربها لك دابا كترطب النفاخه كامله وكتشد زي زوار يعني الا طقبت لك نفاخه جرحتي ليا فهمتيني هادشي اللي كاين ضروري ضروري حتى الاخر الحمد لله عاش والله تشاده وهي خفيفه وما ميمكنش راه ميمكنش ايوا الحمد لله على كل حال يعني بديت شي صعاب يعني انا كنت كان الحلم ديالي نكمل قرايتي ولكن ما كتبتش يعني حتى الدومين ثاني دابا مرتاح فيه اي هو خرجوا عليا شي وحدين مشيني طريفه بحال دابا تيجي وتتلقى لصقه مكتوبه صحتك في الصالون كيف الطريفه فوالا ديك غادي غرادي وبغوشين 80 درهم كتلقى دابا 80 درهم حشومه الدراويش مساكن ما عندهمش البوطه غتولي ب 2400 يعني الزيت زاد فيه بزاف ديال الحوايج بالنسبه لنا حنا الزيزوار غلا شحال كنتو كنا ناخذوه ب 90 درهم 80 درهم دابا 2400 ماسك ولا ب 1000 ريال 80 درهم لاصيغ مقوسه يعني حنا ما بقاش كتدخل لا كاينه السلعه موجوده دابا انا ممكن بالنسبه للسلعه اللي كناخذها من شحال هادي راه هي هادي يعني كان حتى تبدلات غنقول لك راه تزاد في الثمن لا لا كنمشيو ليها حنايا السلعه كنمشيو نتقداوها حنايا درب عمر فوالا درب عمر كنمشيو بموطور كنجيبو 80 درهم 70 درهم 75 درهم فهمتي دابا ولا غالي بزاف يعني دابا انا غنضرب الدري ديكرادي بالموس ياك غنضرب لي انا الباندا بالموس غيحفى لي هاد الزيزوار خاصني نعاود نبدل واحد اخر هاهي شحال ولا دابا ولا الزيزوار غنسالي بالاخرى في الوجه ديالو خصني ضروري كليان ما يتعذبش اول حاجه يعني واخا نصبر انا الزيزوار غيحفى نصبر انا وماشي مشكل غتعاود يعني راس كيف نقولوا هاد الصديق غادي نحسن لي خصني مع زيزوار ونص ولا جوج يعني الزيزوار غالي راه مشكل ولكن كنقولوا الحمد لله توكلوا على الله الصباح وكمان على الله سبحانه وتعالى. تبع الكرا يعني والموضوع. الكرا ما حال 3500 درهم. ماشي الناس تجي تحسن ب 15 دابا. دابا كاين شي. كيعطي 20 درهم يعني شي ما بقاش. فوالا دابا كاين شي ناس باقي. علاش ما فكرتيش تدير الثمن ديالك؟ لا ما قدرتش انا ما بغيتش. صراحة. عندك لي شهر. يعني الحمد لله. عندك لي شهر. الحمد لله ما حال. الحمد لله ما حال مقيم بزاف ديال الحوايج ولكن هذا. هذيك الطريفه ما بغيتش ندير كيفاش كتشوف انت الثمن اللي مسلك كتشوف يعني حتى الثمن اللي مسلك وكيحشم على الكليان كيجيو على الجوج يعني هو يعني دابا واحد كما كتشوفو دابا واحد تيريح مسكين كتلقاه كتحسن ليه هو كيضحك معاك وعارف بلي في الاخر غيقول جبد لك هذيك البركه ويقول هو تيلقى مسكين حشمه ومن تتشد لك تقول لي سير يا عم ادعي معاه كيمشي مسكين كيدعي معاه هو هادشي اللي كاين
تحياتي للحلاقه كاملين. وهاد الخدمه راه شريفه الحمد لله، الا ما غناتك تعيشك. قال حسنات كدير قال حسانة. وانا من انا ما نتحدى حتى شي حلاق، مش بلا ما ندير المشاكل. يعني حتى التلميذ اللي قدر شي حاجه قاعد يدير الحلاق. هاد الهوايه اخويا غدا وتطور، اللي قدر شي حاجه يدير. شوف هاد الهوايه فن، باش نشرح لك. واه فن تكون انت، لكن انت اسمع، لك انت حابه الطابلو يعني ترسمو ترسمو، لك انت حابه بحال دابا هو قال لك دير لي تحسين، وكدير لي انت ما احسن منه، كتفننها لي. الانواع ديال الكليو من كليان كليان دريويش اللي درتي ليه ما عندوش مشكل. كل شي كليان كيستهزء كيبدا يتشد يستهزء بك اخويا. كيجي هو في الاخر ما كاينش شي خلاص، وكيبدا عليك لا هادي وعاودي من هنا. لا انا قلت لك طلع لي هنا وتعاود لي تحسين اخرى، تقول ماشي مشكل. في الاخر كتقول لي بالصحه والراحه، ما كيرجعش لك. الله يعطيك الصحه، فهمتيني. لا اله الا الله محمد رسول الله. شكرا لكم، مرحبا بالجميع. كونت ديالي في تيك توك، عندي كونت ديال تيك توك دريس سلطان 3، دريس سلطان 3. انستغرام حتى هو كذلك، مرحبا بكم. حنا دراوش كنخدموا مع الدراوش، حنا في سيدي مومن على الطرام اون فاس مع شركه ديال سيجيلي. مرحبا والف مرحبا خوش، تحياتي خوش والله العظيم. شوف الشباب اللي باغيين يدخلوا للدومين ديالهم، دخلوا تعلموا بعدهم من البليه اول حاجه. سيروا حيت هذه الحرفه ما كتبغيش شي واحد يكون بلي، باش لك شي بلي مثلا غتحسن هذا وتخرج جري تشعل جار مثلا. شوم يعني خاصك تبقى ليبا. يعني كتنصح كاع يعني الشباب اللي باغيين يديروا الدومين غير يديروه، يعني دومين يديروه، خصوصا اللي خرجوا من القرايه. الا ما داروش السونطار وتبعوا شي مهنه، يعني غيتلاحوا شي طريق ما هياش. بالاحسن يديروا الحلاقه. الحلاقه مزيان. الحلاقه شحال ديال البايز زعما عام عامين ولا عام؟ عام ثمان شهور كاع، لا طول. مزيان فهمتيني. نتمنوا كاع الشباب. شكرا بزاف خويا وتحياتي لكم. الله عليك، الله يكبر بكم اخوتي. الله يحفظك، شكرا.